ثم صايب على المركز الاول تعود ملكيه صايب لهجين الشحانيه، عمليه تضمير للسلطان بن محمد الوهيبي ثاني المراكز. التواجد مشاهدينا الكرام من قبل مشهور تعود ملكيته لسعاده الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، عمليه التضمير لدى حمد بن محمد الدهن من يقدمه بعمليه التضمير. المركز الثالث التواجد من قبل الذيب تعود ملكيه الذيب لهجين الشحانيه، عملية التضمير للسلطان بن محمد الوهيبي. والمركز الرابع وتابع بديع تعود ملكية بديع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني المضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب من يتابع بعملية التضمير. خامس المراكز، خامس الأسماء، ختام ندائنا الأول تقدم البارع تعود ملكية البارع لهجن الشحانية تابع محمد بن خالد العطية. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة، وخلف الخمس أسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء نترقب قدوم الشعارات، قدوم الأسماء للمنافسة لأجل الناموس ولكلمة الناموس الغالية التي يطمح من أجلها المالك والمضمر. ننوه للسادة المستمعين بأن بعد هذا الشوط سوف نتوقف لأداء فريضة صلاة العصر، ومن بعد ذلك نستكمل أشواط هذا المساء الستة عشر. إذا هذا هو الشوط العاشر، من بعد ذلك بعد صلاة العصر إن شاء الله بنستكمل ستة أشواط من منافسات سن الإجذاع والإمتاع ومسافة الستة كيلومترات. نعود بحضراتكم إلى أول المراكز لنتابع المركز الأول والمقدمة صايب من يود أن يصيب الهدف بانطلاقة نحو الناموس وانطلاقة أول المراكز. تعود ملكية صايب لهجن الشحانية يتابع بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي رافقه العملاق بعملية التضمير وبالانطلاق مع أول المراكز ومع تواجد صايب على المقدمة وعلى الصدارة. هذا هو العملاق من قدم لنا ارتياد في اول اشواط هذا المساء وحققت التوقيت الافضل والاميز في هذه الليله 9 دقائق 32 ثانيه اربعه اجزاء من الثانيه، الثانيه تبقى الشحانيه والثانيه سلطان بن محمد الوهيبي، من قدم لنا ارتياد وكذلك قدم لنا ملفت في اول اشواط القعدان وقدم لنا الحذره في شوطنا الثالث وقدم لنا كذلك سيلين في شوطنا الرابع وقدم لنا رهف بمنافسته الشيقة في شوطنا الخامس وكذلك حضرت وزان في شوطنا السادس وقدم العملاق سلطان بن محمد الوهيبي وكذلك تواجد العملاق مقدم لنا هداجة بشعار هجن الشحانية في شوطنا السابع وكذلك قدم لنا فن في شوطنا الماضي شوطنا التاسع اللي هو العملاق. شكرا يا العملاق على تقديمك للأسماء المميزة وحضور هجن الشحانية واستعدادها بإذن الله تعالى لأشواط الختام ولختام هذا الموسم وللختام تاميات بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق لهذا الشعار الأدعم ولمضمرين هجن الشحانية. إذا نعود إلى مجريات شوطنا المنطلق لنتابع مع انتصاف المسافة انطلاقة صايب على المركز الأول وعلى الصدارة. تعود ملكية الشحانية تابعة بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي ثاني المراكز. من يحمل الرقم الثلاث مشهور وصل مشهور على المركز الثاني باحثا عن الشهرة في هذه الانطلاقة تعود ملكية مشهور لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني يتابع بالتضمير محمد أو حمد بن محمد الدهم يرافقه بعملية التضمير. المركز الثالث التقدم من قبل الذيب تعود ملكية الذيب لهجن الشحانية يتابع بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي. رابع الأسماء رابع المنطلقين يتقدم لأول ندى ويصل الشقب تعود ملكية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الله العبد الرحمن الثاني بانطلاقة رابع المراكز. المركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء وصول وتقدم السيف تعود ملكية السيف لهجن الشحانية والمضمر المشاق محمد بن خالد العطية من يتابعه بعملية التضمير. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمنطلقة بمسيرة هذا الشوط ومع ندائنا الثاني وتدخل الأسماء الكبيرة المتواجدة والحاضرة بالمنافسة وبالانطلاقات. تعود والعود أحمد إلى أول المراكز ليستجد النداء
النداء مع المقدمة والصدارة. صايب على المركز الأول تعود ملكية لجنة الشحانية، تابعة بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي مع انطلاقة أول المراكز. المركز الثاني التواجد حفنا الكريم من قبل مشهور تعود ملكية سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، تابعة بالتضمير حمد بن محمد الدهم من رافقه بانطلاقة هذا الشوط، وكذلك يتابع أبو شامان مع انطلاقة الأسماء المميزة. المركز الثالث ثالث الأسماء التواجد من قبل الذيب، وصل الذيب على المركز الثالث. الله يا الذيب، يتسلل الذيب إلى المركز الثاني مكشرا بأنياب عين على الفريسة على الناموس على التتويج على الانطلاق المميز والرائع. تعود ملكية الشحانية تابعة بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي، ثالث الأسماء التواجد من قبل مشهور تعود ملكية سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني. عملية التضمير لدى حمد بن محمد الدهن. المركز الرابع رابع الأسماء تقدم الشكب لينطلق إلى المركز الثالث ويتحرك بأداء الجميل بسرعة فائقة بانطلاقة ثالث المراكز. سعود ملكية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الله عبد الرحمن الثاني متواجد على المركز الثالث. رابع مشهور المركز الخامس خامس الأسماء مشاهدينا الكرام، يتواجد الجنوبي يصل لأول نداء. وصل الجنوبي تعود ملكيته لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني حمد بن لزي وحلمري من يتابعه بعملية التضمير، من يقدم لنا انطلاقة الجنوبي على المركز الخامس. هذه الأسماء الخمسة مع افتتاحية الكيلومتر الأخير. بدأنا مع هذا الكيلو بالسرعة الفائقة بالانطلاق الذاتي بالأداء المميز. أعود إلى صايب ما زال مصيب الهدف بالانطلاق نحو الناموس مع المركز الأول. صايب والذيب، الذيب وصايب في منافسة ثنائية، حوار ثنائي جميل. إذا بشعار هجر الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد برفقة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي ومع انطلاقة صايب على المركز الأول وعلى الصدارة. هذا هو صايب بالمقدمة يتواجد ويحمل لنا شعار هجر الشحانية، يتقدم بالانطلاق مع أول المراكز بانطلاقه الذاتي بدون أي تعليمات عبر الجهاز اللاسلكي. يرقص الرقص الجميل على أرضية ميدان التحدي ومع انطلاقة أول المراكز. إذا نهني هجر الشحانية على فوز صايب بالمركز الأول وكذلك فوز الذيب بالمركز الثاني. إذا نهني العملاق سلطان بن محمد الوهيبي من قدم لنا صايب وقدم لنا الذيب، وللمعلومة بدون أي تعليمات. هذه لحظة وصول صايب والذيب المركز الثالث. وصل مشاهدي الكرام الشقب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن فهد بن عبد الله عبد الرحمن الثاني المركز الثالث. وصل مشهور لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني المركز الخامس. خامس المراكز كان الوصول من قبل الجنوبي لسعادة الشيخ محمد بن حسن عبد الرحمن الثاني، والتبريكات نزفها لمن حالفهم الحظ بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء حفلنا الكريم، تابعنا واستمتعنا معكم في منافسة هذا الشوط الذي انقضى قبل قليل ولحظة وصول صايب إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. توقيت الزمن لحظة الوصول 9:38 سبع الزمن. الثاني تاني تبقى لجي الشحاني والثانية للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. ثاني المراكز وصل الذيب 9:39 بدون أي زمن. الثانية التاني التبريكات لهجي الشحاني والثاني سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثالث. وصل الشقب توقيت الزمن 9:42 سبع الزمن. الثاني تاني تبريكات نزفها لسعادة الشيخ
عبد العزيز بن فهد بن عبد الله عبد الرحمن الثاني على هذا الفوز المستحق. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نتوقف لأداء فريضة صلاة العصر ومن بعد ذلك نستكمل منافسات هذا المساء وانطلاقات